بيت إلمو جاي. بيب بيب بيب. آه في كتير سيارات على الطريق. بيب 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 بيب. توت توت. آه هلأ دور زينو تبع إلمو. زينو لازم يقطع الشارع للجهة التانية. يلا زينو. في سيارات كتيرة. شو رح يعمل زينو؟ أجتني فكرة. يا سيارات وقفي وقفي يا سيارات. توتوت. كيف رح يقدر زينو يقطع الشارع هلأ؟ إلمو. أنت جاهز؟ متذكر إنه إلمو والبابا رح يروحوا على السوق اليوم؟ إلمو بتذكر بابا. بابا؟ نعم حبيبي احكي. بابا بدي أسألك، اليوم إلمو رح يقطع الشارع؟ صح، لأنه السوق على الجهة الثانية من الشارع. يعني إلمو لازم يجهز حاله كتير منيح بابا. ممتاز، جهز حالك وأنا رح أجهز حالي. وهلأ إلمو صار جاهز 100%. إلمو؟ تادا. شو هاي الأصوات؟ تتتتتا. إلمو صار جاهز هلأ بابا. ليش أنت لوين رايح يا إلمو؟ رح أروح على السوق بابا. كل هالتحضيرات لحتى تروح على السوق؟ لأنه إلمو وبابا رح يقطعوا الشارع مع بعض. طيب ماشي، بس عشان شو مكبر الصوت والزامور؟ لأنه بابا رح يكون في سيارات كتيرة في الشارع صح؟ وهيك إلمو بيستعمل الزمور بيب بيب وبينادي بصوت عالي بالمكبر ابعدي يا سيارات، وبيبعدوا السيارات عن الطريق ابعدي. إلمو حبيبي أنا مبسوط منك عشان أنت عم تفكر كيف ممكن تكون بأمان وأنت عم تستخدم الشارع. لهيك يا إلمو خليني أعلمك أحسن طريقة لحتى تقطع الشارع بأمان. اتفقنا؟ اتفقنا بابا. حتى نقدر نقطع الشارع بأمان يا إلمو في ثلاث قوانين. ها؟ قوانين؟ شو هي؟ قوانين المشي على الطريق. وهي الطريقة الصحيحة لعمل أي شيء. حابب يا إلمو تعرف القوانين؟ بابا أكيد إلمو حابب يعرفها. انتبه. هاد هو الطريق. وهاي هي السيارات في الشارع. شفتها. هلأ تخيل إنه السوق على الجهة الثانية من الشارع. وإلمو والبابا على هاي الجهة من الشارع. إلمو وبابا واقفين مع بعض. هلأ أول قانون هو قطع الشارع من ممر المشاة المخطط بالأبيض والأسود. ممر المشاة مخطط عشان الناس تمشي عليه بابا؟ مزبوط، المكان اللي مخطط بالأبيض والأسود هو المكان الخاص بالناس ليقطعوا الشارع. وهاي أأمن طريقة لحتى تقطع الشارع للجهة الثانية. مرحبا يا ممر المشاة. وهلأ القانون الثاني لقطع الشارع. مهم كتير نطلع بالاتجاهين، أول جهة اليمين وبعدها اليسار وكمان مرة لليمين. إلمو فهم، إلمو رح يتطلع مع البابا كمان. أول إشي يمين، بعدين يسار، وكمان مرة يمين. كتير ممتاز، شاطر شاطر، إلمو شاطر. شكرا بابا. وهلأ وصلنا لآخر قانون يا إلمو، وهو أهم قانون. احكي. امسك بإيدي أو بإيد أي واحد كبير. مزبوط يا إلمو، امسك بإيدي منيح، وهيك بابا وإلمو صاروا جاهزين لحتى يقطعوا الشارع. ياي، إلمو عرف بابا، إلمو جاهز لأنه عرف كل القوانين. رح نقطع من ممر المشاة ونتطلع بالاتجاهين لنتأكد إنه ما في سيارات، وبعدين إلمو وبابا رح يمسكوا إيدين بعض ويقطعوا الشارع. برافو يا إلمو، كل شي حكيته صحيح. شكرا، انت حافظ كل القوانين. شكرا بابا. بابا احنا نسينا اشي مهم. شو نسينا؟ بعد ما يقطعوا إلمو وبابا الشارع رح يروحوا يشتروا اشي كتير مهم، بوزة. ليش لا يا إلمو، رح نشتري بوزة. يلا نروح على السوق. يلا نروح على السوق. إلمو بده بوزة بالشوكولاتة بابا.